السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غادي نقترح عليكم بارتما فيها 65 متر، بالنسبه للاقامه فيها 6 ديال الشقق، يعني كل يطاس فيه جوج ديال البارتمان وسطح بريفي مع، يعني تتشد الا شتي ابارتمون كتشد مع سطح بريفي مع الباب ديالك، ما كاين لا يسد عليك حتى شي واحد راسك، الماء والضوء اللي يزيد مع الانستالاسيون ديال لابارتمون ديالك. فيها جوج بيوت وصالون وكوزينه وهول، وهذاك الهول في حد ذاته بيت، يعني بحال اللي كتقول ثلاثه البيوت وصالون وكوزينه. بقاو معايا في الستوري الثانيه باش تشوفوا لابارتمون كيف دايره ونعطيكم المعلومات عليها. ومرحبا بالجميع. بالنسبه للاقامه فيها اير بلس 2، يعني في كل ايطاج كيف قلت لكم جوج ديال الشقق. ومرحبا بالجميع. بالنسبه لهذا الموبل يعني اون كور فينيسيون، بقى ليه والو ان شاء الله، كيف شفتوا دوزنا لاندوي ان شاء الله على ود الصباغه. كاين الدخله، كاين هذا السيجور اللي هو كبير تبارك الله، مع غتكون هنايا التيلي، واحد الموتيف هنايا حتى هو داير زوين. هادي لا كويزين، غيكون الهاي غلوس من هنايا وهنا الفوق، فيها البالكون ديالها. نشوفوا الصالون ان شاء الله، هذا هو الصالون. بالنسبه للابارتمون فيها 65 متر. لا شومبر الاولى اللي هي هذه، ثم الشومبر الثانيه هي هذه شومبر بارونتال، فيها البلاكار ديالها وفيها انستالاسيون ديال لاكليم، ثم طواليت. بالنسبه للثمن ديال هذا الابارتمون هو 50 مليون. مرحبا بالجميع.